أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي أول محاضرة في الكيدني، ويعني زي ما بقول للناس اللي هم بيجوين أس جداد إن إحنا our system is audio visual، يعني بنشوف الصورة وفي نفس الوقت بنسمع، يعني اتنين مع بعض. انا على فكرة لان كان البث بالامس مش كويس، الصور مش واضحة، عشان كده انا حطيت الصور ليكم مسبقة، لو حد حتى يتعاون يقدر ينزلها لكم بي دي اف وتطبع تبقى احسن، يعني انما على اين احنا نتفرج عليها. اي هوب ان البث النهاردة يبقى افضل شوية. اتنين يا اولاد، ان احنا في الكورس ده بنرجى شيئين. الشيء الاول اللي احنا نتعلم طب وتحصيل حاصل نجاوب الامتحان كويس، انما زي ما بقول لو انا عاوز اهتم بالامتحان بس فهقضي ربع المجهود وربع الوقت عشان اقول لكم الاسئله، انما احنا عاوزين نعمل دكاتره كويسين. زي ما قلت لكم الفسيولوجي ده هو الماده اللي يعني بيرتكن اليها الطب. ليه؟ لان هو انت بتفهم مش ممكن تعالج الغير طبيعي الا لو فهمت الطبيعي. وكعادتنا بإذن الله هنبقى مع تاني حصة محاضرة في الكيدني، هتلاقي فيه امتحان مالتيبل تشويس وهنحله مع بعض، على أساس معظم الامتحان بيبقى مالتيبل تشويس. طيب نتوكل على الله نبتدئ الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل ونبتدئ بالكيدني. الكيدني has got very important homeostatic function. طبعا انتوا فاهمين يعني ايه homeostasis. home يعني مسكن، وstasis يعني تثبيت، يعني to keep the extracellular fluid constant for optimum function of cells. مش هقولها تاني، قلناها في سنة اولى، ان كما تعيش السمكة في الماء، الخلايا بتاعت الجسم البيب بتاعها هو الاكسترسيلولار فلويد. فما تقول هوميوستاسيس تثبيت المسكن، فانت تعني تثبيت الانترنال انفايرمنت اللي هو بيت الخليه، اللي هو بالنسبه لها ايه، هي عايشه في الميه في الاكسترسيلولار فلويد، بس مش في اي نقطه، فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز. ده الميجر او الوظيفه الاساسيه للكيدني، انها ميجر هوميوستاتيك فانكشن، تلعب دور كبير جدا في تثبيت مسك الخلية اللي هو الاكسترسيلولار فلويد. طيب ممكن يجي لنا ده كسؤال شفوي ونكمل المستبعد ما عدا جزء فيه. صعب قوي يقول لك ايه الفانكشنز كده، انما انا هقول لك ايه الجزء فيه، بس احنا عاوزين نقول كورس كامل باذن الله. انا بقول انك انت لو عاوز تقول الفانكشنز اوف كيدني بطريقه لطيفه فاحنا بنقسمهم 3 2 1. ناخد اول 3 مع بعض. ان الكيدني بتعمل ريجوليشن لثلاث حاجات، للووتر والالكترولايت بالانس، دي نمبر 1 بتظبط الووتر والالكترولايت. نمرة 2 بتعمل ريجوليشن للاسيد بيز بالانس، خلاص بتظبط الاسيد بيز بالانس. ازاي؟ احنا قلنا ان جسمنا لا ينتج الا احماض، والاحماض نوعان، يا اما فولاتايل ودي بنتخلص منها عن طريق اللانجز، يا اما فيكسد ودي بنتخلص منها عن طريق الكيدني. فالكيدني ازاي بتظبط الاسيد بيز بالانس؟ بتكسكريت الفيكسد اسيدز، نمره 2 بتعمل بافر، نمره 3 بتفرز حاجه مهمه جدا اسمها الامونيا. لولا الامونيا دي زي ما هنبقى نشوف كان هتحصل كارثه. ثالث حاجه ان الكيدني بتريجوليت الارتيريال بلاد بريشر، وهنا بطريقه تانية في شورت تيرم ريجوليشن، ان اهم ماده بتعمل فازو كونستريكشن وتزود الفوليوم اوف بلاد هو الانجيوتنسين 2، ده ما يتكونش غير لو الكيدني طلعت رينين. فالشورت تيرم عن طريق الرينين انجيوتنسين سيستم. طيب اما اللونج تيرم فده بيبقى عن طريق انها بتظبط حجم الدم عشان يبقى مواكب لحجم البلاد فيسل، يعني وطبعا لما بتظبط حجم الدم احنا نعني حجم الميه اللي هو البلازما فوليوم،
وعلى فكرة ناس كتير لاحظوا حاجة لطيفة قوي، الناس اللي بتعاني من زيادة في ضغط الدم بيعرفوا ازاي ان ضغطهم عالي، لاحظوا ان لما ضغطهم بيعلى، شوف الكلية بقى في محاولة انها تخفض الضغط ينزل بول كتير. فانا فاكر كان ليا جار مستشار كان يقول لي تعالى قيس لي الضغط، اقول له ليه؟ يقول لي حاسس انه عالي، اقول له عرفت ازاي؟ يقول لي بجيب بول كتير. يعني هو ابتدى ياخد باله من العلاقة ان الضغط لما بيبقى عالي الكلية عشان تنظمه بتنزل بول كتير. انا بس هظبط اكتر الحكاية دي عشان خاطر الصورة تبقى واضحة اكتر. طيب I think كده تبقى افضل. يبقى دول اول ثلاث حاجات، اول ثلاث وظائف ان الكلية بتريجوليت ثلاث حاجات، الووتر الالكترولايت نمرة واحد، الاسيد بيس بالانس نمرة اتنين، الارتيريال بلاد بريشر نمرة ثلاثة. نيجي للمجموعة الثانية، ان الكلية بتعمل اكسكريشن لحاجتين، حاجات اندوجينس، حاجات الوحشة اللي جوه الجسم اللي هو الميتابوليك ويست برودكتس، زي مين؟ زي اليوريا، زي اليوريك اسيد، زي الكرياتينين، زي البيليروبين، ايفن حتى الهرمونز بعد ما يحصل لها ان اكتيفيشن قلنا مع الاندوكراين بنتخلص منها، وحاجات اكسوجينس من بره زي الدراجز، دراجز كتيره جدا بنتخلص منها عن طريق الكل. عشان كده بليز اما تدي اي مريض عقار شوف العقار ده الجسم بيتخلص منه عن طريق ايه، لو بيتخلص منه عن طريق الكليه والعيان ده كليته تعبانه لازم تصغر الجرعه او ما تديش العقار ده خالص اللي هو بيطلع عن طريق الكليه، يعني اهميه الدراسه اللي بنعملها. وبعدين بنتخلص من حاجات تاني اكسوجينس زي الفود اديتيفز، ودي انا عاوز اقول فيها نقطه لانها مهمه جدا مش للامتحان، للحياه. ان الاولاد دلوقتي يعني في اغراء في المشروبات والمأكولات، يقول لك بطعم كذا، برائحة كذا، بلون كذا، دول بنسميهم إضافات غذائية food additives، دي في حقيقة الأمر سموم على الكلية أن تتخلص منها. يبقى أنت لما بتاكل الحاجات دي يبقى أنت بتحط عبء أكبر على الكلية بتاعتك. فبليز أنا عارف أن الشباب بيحبوا جدا يأكلوا حتى الشيبسي دلوقتي بمليون طعم، كل ده على فكرة مش طعم حقيقي، ده عبارة عن إضافات سموم على الكلية أن تتخلص منها. مفيش أحسن من الأكل الطبيعي، بالعالم كله دلوقتي بيتجه للأورجانيك حتى. فبليز دي نقطة مهمة، راعوا أنك أنت ما تقعدش تشرب حاجات وتاكل حاجات بطعم معين، كل الطعم والرائحة والحاجات دي واللون دي عبارة عن إضافات أنت تضيف بدورك عبء على كليتك. طيب وظيفتين تانيين فيهم اتنين برضو، اندوكراينال فانكشن واكسوكراينال فانكشن. انا فاهمين ايه الفرق بين اندوكراين وباراكراين. هرمون يطلق في الدم يبقى ده اندوكراين، هرمون يطلق في تيشو فلويد فيأثر في تيشو واحد يبقى حاجة اضعف من اندوكراين تبقى باراكراين. ده اهم سؤال بيتسأل في الشفوي في الجزء ده بتاع الفانكشنز اوف كيدني. ايه بقى، تعالى نتذكر ايه الهرمونات اللي بتطلقها الكلية. وأحب أذكرك إن كل الأنسجة في جسمك بتطلق هرمونات، يعني مش فقط الإندوكراينال جلاندز هي اللي بتعمل هرمونات، إيفن القلب، فاكر القلب كان بيطلق هرمون اسمه إيترناتوتيك بيبتايدز. نيجي للكيدني، ده سؤال شافه مهم وكاتب لك عليه أنا شافه. خدنا مع البلاد في سنة أولى إن 85% من الإريثروبيوتين هرمون اللي بيعمل كرات الدم الحمراء بيتعمل في الكلية. وفاكر لما حكيت لك ان كل مرضى الفشل الكلوي في العالم وما اكثرهم من اهم الحاجات اللي بيعانوا منها انيميا، اديك فهمت ايه علاقه الكليه، ليه الفشل الكلوي بيؤدي الى انيميا ان مفيش اريثروبيتين. طيب خدنا في سنه اولى برضو ان اهم ماده بتعمل فازو كونستريكشن وتحافظ على الضغط وتزود بلاد فوليوم انها بتطلع الالدوسترول وبتعمل سلطه الالدوسترتينشن بروحها اللي هي الانجيوتنسين 2، ده ما يتكونش الا اذا الكليا اطلقت الرينين، الرينين يحول انجيوتنسينجن 1 1 بالاس الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم تحول 2، يبقى ده تاني حاجه خدناها في اولى. خدنا حاجه في سنه تانيه في الاندوكراين، الاكتيف فورم اوف فيتامين دي. يعني احنا قلنا فيتامين دي اللي بيتعمل في الجلد ده بيبقى ان اكتيف،
وعشان يتنشط لازم يتحط له هيدروكسيل جروب في الليفر وهيدروكسيل جروب تانية في الكيدني، ويبقى في الحالة دي 125 ده هيدروكسيكوليك صفر. الانزيم اللي بيدي هذا الاكتف فورم اوف فيتامين دي موجود في الكيدني، فالكيدني تعتبر هي اللي بتطلق الاكتف فورم اوف فيتامين دي. وعليه انبهك مرة اخرى ان العيانين في عالمنا هذا اللي عندهم مشاكل في الكلية عندهم مشاكل رهيبة في العظم. تبقى مش عاوز بقى نبقى عاوزين نبقى متعلمين طب كويس يا ولاد، يبقى ما تقوليش ايه علاقة الكلية بالعظم. كلية باظت العيان هيجيله انيميا رهيبة، مفيش اسروفيتين، هيجيله مشاكل في العظم رهيبة، مفيش ال 125 ده هيدروكسيكوليك صفر. ونمرة ثلاثة هيحصل له رينال هايبرتنشن بسبب انها تطلع كمية من رينين كتير، تحول لانجيوتنسين 2 كتير، تعلي الضغط. ده في تصوري اهم حتة في الشفوي في الفانكشنز اوف كيدني. لما الفانكشنز اوف كيدني كده يعني حد يسألك في إضاعة سؤال في الفانكشنز اوف كيدني في الشفوي صعب، ما عدا دي الاندوكراينال فانكشن. طب نيجي للباراكراينال فانكشنز. كلية بتطلع حاجات تأثر في التيشو نفسه في الكلية نفسها، فبتطلع بروستاجلاندين E2 وبروستاجلاندين I2، هنشوف دول بيعملوا فازو دايلتيشن ومعاهم البراديكاينين، ده يبقى باراكراينال فانكشن. اخر وظيفة بقى لوحدها ان احنا عارفين كلنا ان الجلوكونيوجينسيس تحويل الامينو اسيد لجلوكوز، تكوين الجلوكوز من مصدر جديد اللي هو الامينو اسيد، وعشان كده يسموها جلوكو يعني جلوكوز، نيو يعني جديد. جينيسيس بتحصل اساسا في الكبد، لكن اكتشفوا انها بتحصل في الكلية كمان 10% في حالات الفاستنج. هتقول لي لهواة الحفظ ولو ملوش قيمة، حفظنا ال 8 فانكشنز دول، هقول لك تحفظوا ازاي. 3 2 2 1 يبقى اول مجموعة فيها 3 وبعدين مجموعتين فيهم 2 وبعدين مجموعة فيها 1 مع عشق لعشق النظام. اول مجموعة اللي فيها 3 ان الكلية بتريجليت لها هوميستاتيك فانكشن ثلاث حاجات مهمه جدا، المايه والالكترولايتس، الاسيد بيس بالانس، الارتيريال بلاد بريشر. طب نيجي بعد كده وظيفتين بعد 3 في 2 و2 2 بتتخلص من الحاجات الوحشه اللي جوه الاندوجينوس اللي هو الميتابوليك ويست برودكتس، والحاجات الوحشه اللي بتاخدها من بره اللي هي الدراجز والفود اديتيف. طيب الاثنين اللي بعديهم اندوكراينال وباراكراينال فانكشن. هرمون يطلق في الدم ياثر في كل الجسم يبقى اندوكراينال، في التيشو فلويد ياثر في حاجه واحده يبقى باراكراينال. مين المهمين؟ مش هقول غيرهم، الاندوكراينال فانكشن. ثلاث هرمونات تبقى حافظهم صم في الشفوي بتطلقه بالكليه، اريثروبيوتين اللي بيعمل ار بي سيز، عشان كده كل مرضى الفشل الكلوي بيعانوا من انيميا، عشان كده كلهم بنديهم اريثروبيوتين، مفيش ولا مريض عنده فشل كلوي في العالم وبنعمل له غسيل كليه الا ما نديله اريثروبيوتين. كلهم بيطلق ال 125 ده هيدروكسيكوليك صفر اللي هو الاكتف فورم فيتامين دي، عشان كده كلهم عندهم مشاكل في العظم. وبيطلق الرينين عشان كده كلهم عندهم هايبرتنشن، تبقى ديك اتعلمت شويه عن الفشل الكلوي قبل ما نوصله. باراكرايلر مش هقولها، بتطلع حاجه بتعمل فازوديليتيشن بروستاجلاندين وبراديكاينين، ثم وظيفه لوحدها جلوكونيو جينس. يبقى شوف طريقة جميلة ومنظمة اهي، 3 وبعدين 2 2 وبعدين 1، ده اللي هو الحفظ. نيجي الفيسيولوجيك اناتومي اوف ذا كيدني، كلام بنضع وقتنا. وزن الكلية 150 جرام، يعني الكليتين مع بعض 300 جرام وزن القلب. حجم الكلية قد الكلينشد فيست، يعني لما تقفل قبضة ايدك كده هو ده حجم الكلية بتاعتك، كل واحد يقفل ايده كده يبقى عارف حجم الكلية. الكلية طولها اقل من 12 سنتي في اقل من 8 سنتي، كل ده كلام فارغ، اوعى تحفظ الكلام ده وتضيع وقتك فيه. نيجي بقى تو ميجور ريجونز، الكلية فيها حتتين اساسيتين، في الكورتكس يا ولاد اللي هي القشرة دي، ودي بتبقى منقطة جرانيولار محببة وفي نفس الوقت لونها غامق ديبر، والمضله اللي هو النخاع الجزء الداخلي في الكليه يسموه المضله، ده بالعكس بيبقى سترايتد مخطط ولونه بيلر لايت. وهنفهم ليه يعني بعد شويه لما هتفهم التركيب هتفهم ليه دول منقطه وغامقه ودي سترايتد وبيل. طيب المضله متقسمه، لو بصيت معايا لو عندك قوه ملاحظه بيراميدز اهي زي الاهرامات، شايف بفوت عليها بالليزر شكلها زي البيراميدز.
كل بيراميد بينتهي ببابيلا، خلاص بابيلا يعني زائدة تصب في حاجة اسمها ميجور ماينور كيلكس، خلاص يعني كيس كده كيلكس ده المعناها، ثم ميجور كاليس وتصب في النهاية في اليوريتر. ده التركيب بتاع البيراميد يؤدي إلى إلى بابيلا اللي هي زائدة، وبعدين ماينور كيلسز، وبعدين ميجور كيلسز. لو عاوز في اللغة العربية كيلسز يعني إيه بالظبط؟ معناها كأس، يعني شكلها عارف زي الكأس اللي بتشرب فيه حاجة، أدي معنى كلمة كاليسز بالظبط إذا عاوز تعرف. وفي الآخر تصب في البلفيس وفي الكيدي ومنها اليوريتر. ما تضيعش وقتك في الكلام ده. المهم إن الكاسات دي الكاليسز واليوريتر والحالب كلهم محوطين بسموس مصر. دي كانت الصفحة الأولى. ما عندناش فيها أولاد غير سؤال واحد في شفوي في الام اس كيو، ثلاث هرمونات بيطلعوا من الكلى تبقى عارفهم صم، الاريثروكيتين، الاكتيف فورم فيتامين دي ورينو. طيب انتقل الصفحة الثانية. تايبس اوف نيفرون. معلش معيش الورق المقوى لكن اهو هنحاول على قد ما نقدر. انواع النيفرونز، تايبس اوف نيفرونز، او احنا اسف دي صفحة ثلاثة، احنا لازم في صفحة قبلها. مايكروسكوبيكال اناتومي بقى، يعني لو كل كلية اولاد بتتكون من 1,000,000 و3 نفرون، يبقى وحدة التركيب في الكلية هي النفرون. وهذا النفرون بيتكون من جزئين، جلوميرولس اللي هي عبارة عن مجموعة كابيلاري، سفيريكال تافت اوف كابيلاريز ما بين افرنت ارتريول وايفرنت ارتريول، وبعدين تيبيول. يبقى كل كليه 1.3 مليون نفرون، كل نفرون عباره عن جلوميرولس وتيبيول. في معلومه مهمه قوي قوي عاوزك تفهمها، ان اكشوالي نحن نمتلك في كل كليه 1,000,000 كليه مصغره. الجملة المهمة جدا، لا تعاون ما بينهم على الإطلاق، يعني كل واحد بيعمل كل الوظائف لوحده. بمعنى أصح، افرد في نفرون نزل شوية جلوكوز في البول، خلاص قضي الأمر، لازم ينزلوا في البول، ما ينفعش النفرون اللي جنبه يمتصهم له. دي نقطة مهمة جدا في فهم آلية عمل الكلية. نحن نمتلك في كل كلية 1,000,000 كلية مصغرة نسميها نفرون، بتتقسم الى جلوميرولس وتيبيول. الجلوميرولس قلنا دي مع مجموعه كابيلاري هي اللي بيحصل منها الفلتريشن، موجوده ما بين افرنت وايفرنت ارتريولز. واللي عنده قوه ملاحظه يا اولاد، احنا اعتدنا ان اي كابيلاريز بندخلها بارتريول ونطلع بفينيول، لاول مره هندخل بارتريول افرنت ارتريول ونطلع في ارتريول مش في فينيول، ايفرنت ارتريول، وفي اوانيها هقول ليه. طيب الجزء الثاني بقى يا اولاد، ان النيفرونز الجلوميرولس ده اللي هو الكابيلاري هيطلع منها الفلويد، ينزل في حاجه اسمها باومانز كابسول اهي اللي هي الدايره دي، تؤدي الى بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، وبعدين لوب اوف هينل اللي هو فيه الاول جزء الثين بارت والثيك بارت، ثم ديستال كونفوليوتد تيبيول، كونفوليوتد يعني متعرق، ثم كولكتنج تيبيولز. ايه اهم حاجة في الرسمة دي لو خدت بالك؟ ان الديستال كونفوليوتد تيبيول انيشال بارت، اول حتة في الديستال كونفوليوتد تيبيول بتيجي ان كونتاكت مع الافرنت والايفرنت ارتريولز. يعني انا خد بالك انا ما رسمتش البروكسيمال كده لوب اوف هينل امشي مع الليزر وعند الديستال هنا، لا انا رجعت لفيت الديستال وجبتها ان كونتاكت مع الافرنت والايفرنت ارتريول، لان هنا في جهاز مهم جدا اسمه جاكستا جلوميرولار ابريتس. جاكستا في اللاتيني يعني نير باي، يعني بجوار، جهاز هنا جنب الجلوميرولس فسموه جاكستا. جاكستا يعني بجوار، جلوميرولار ابريتس الجهاز اللي جنب الجلوميرولس، ثم كولكتنج تيبيولز. ده الميكروسكوبيكال اناتومي. فيها شويه اسئله ام اس كيو لطيفه احب نتفرج مع بعض. انا عاوز اقول لك ايه الفرق بين البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول والديستال كونفوليوتد تيبيول.
ده البروكسيمال كونفوليوت تيبيول انا بفرجك عليها والديستال. وعلى فكره انا عامل شويه جداول يا اولاد في الكليه هتفيدكم وهتنبسطوا منها جدا، شويه رسومات رائعه. طيب البروكسيمال كونفوليوت تيبيول طولها 15 ملم بينما الديستال كونفوليوت تيبيول 5 ملم. حتى الارقام ماده للتامل يا اولاد، هنشوف بعد شويه. البروكسيمال كونفوليوت تيبيول عندها براش بوردر زي الفرشه كده، براش بوردر، عارف ده يعمل ايه؟ يزود السيرفس اريا. انما دي بالعكس ما عندهاش براش بوردر، عندها فيو مايكرو فيلاي. انت عارف يعني ايه فيلاس؟ فيلاس يعني خمائل في لغتنا الجميله. وبعدين البروكسيمال كونفوليوت تيبيول فيها ميني ميتوكوندريا اللي هي بتدي الطاقه، انما دي فيها فيو ميتوكوندريا. عاوز طالب ذكي يجمعهم لي في كلمه واحده، يبقى واضح ان البروكسيمال كونفوليوت تيبيول بتعمل شغل اكتر بكتير من الديستال. وفي ثلاث حاجات بتدل، يعني حتى الاناتومي يدل على انه وراء الخلق خلق، ان طولها اكتر من الديستال كونفوليوت تيبيول 15 دي 5 ملي. السيرفس اريا بتاعتها اكتر، دي فيها براش بوردر انما دي فيو مايكرو فيلاي. الطاقة اللي بتولدها أكتر، عندها ميني ميتوكوندريا لما هنا فيو ميتوكوندريا. أقول لك حاجة، تلتين عمل الكلية بيحدث في البروكسيمال كونفوليوت تيبيول، في أول حتة في الكلية بتعمل تلتين عمل الكلية. وأنا عاوز أتأمل تأمل جميل لما أجي في الجي أي تي. طب ده جاستروانتراك تراكت حاجة تانية خالص، الجهاز الهضمي. معظم الاعمال تحصل في اول حته في الانتستين اللي هو السمول انتستين. يعني كان ربنا بيقول لنا لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. خلاص يعني احنا معظم الاعمال سواء في الكليه او في الجهاز الهضمي بتحدث في اول حاجه. هل ده تصادف يا اولاد؟ ده يدل على ان في خالق واحد، ديزاينر واحد، عنده فكر واحد، أن الأعمال تؤدى في أول يوم، مش نرجعها، حاجة تعلموا منها لحياتكم. يبقى البروكسيمال كونفوليوت تيبيول تلتين عمل الكلية بيحدث في البروكسيمال كونفوليوت تيبيول، فربنا خلاها أطول. شوف حتى كده يبقى الهيستولوجي والأناتومي بقى ليه معنى، بقى ليه طعم. 15 ملم عندها براش بوردر وعندها ميتوكوندريا، بينما الديستال 5 فيو ما فيش براش بوردر خالص، خمائل وفيو ميتوكوندريا. تعال بقى لللوب اوف هانل. اللوب اوف هانل بينقسم الى حاجتين، ديسندنج لين واسندنج لين. الديسندنج لين واول حته في الاسندنج بتبقى ثين. عارف ليه ثين يا اولاد؟ لانها لايند يعني مبطنه بفلات ابيثيليوم، فلات مبططه ما فيهاش مكان تحط حاجة. أعلمك حاجة حلوة قوي في الهيستولوجي، ما فيش ولا فلات إبيثيليوم في جسمك بتعمل أكتيف وورك، لأن الأكتيف وورك ده عاوز كارير بروتين وعاوز أدروجين ترايفوسفيت. لو كان ربنا عاوزها تعمل أكتيف وورك ما كانش خلاها فلات. الفلات ما فيش مكان تحط الحاجات دي. فيبقى لما يقول لك فين الجزء في النفرون اللي هو باسيف إن إتس أكشن، ما بيستخدمش طاقة إطلاق، الطالب الذكي الذكي the same part of the loop of Hennel اللي هو descending والنص الاولاني في الascending. طيب بينما النص الثاني في الascending اهو ده بيبقى aligned بcubical epithelium، ده بيعمل active work. اهم حاجه انه بيعمل reabsorption للسوديوم كلورايد، بياخد الملح من البول، فالبول ينزل مخفف. عشان كده الالمان قالوا ان ال thick part of the loop of Hennel سموه ال diluting portion of the nephron في الام اس كيو. ليه؟ هقول لك حاجه، انت الاسمولاليتي الضغط الاسموزي بتاع البلاط كام يا اولاد؟ 300 مللي اسمول لكل لتر. تصور الفلويد بيدخل اللوب اوف هينل زي الدم بالظبط في الاسمولاليتي 300، يتشال منه الصوديوم كلورايد فينقص الضغط الاسموزي بتاع البول من 300 الى 100. وهذا افتح ودنك اكبر خفض في تركيز البول، تركيز الاملاح في البول. اكبر عمليه دايليوشن بتحصل للبول بتحصل في الثيك بارت اوف ذا لوب اوف هيلن. عشان كده سموه
the diluting portion of the nephron, اللي هو thick part of the loop of Henle. طيب نيجي للكولكتنج فيبيول، برضو عامل لكم جداول جميله خالص، اي هوب انها تعجبكم. فالكولكتنج فيبيولز اللي هي بتجمع بقى كله عشان تودي للكيسان الكاليسز، ومنها للبلفيس اوف ذا كيدني حوض الكليه، ومنها اليوريتر. فيها نوعين من الخلايا، يوجد نوعان من الخلايا فيها اهم. فيها برينسبل سيلز اسمها بي سيلز، اظن عشان اول حرف في كلمه برينسبل بي، وفيها انتركاليتد سيلز اللي هي الاي سيلز. وانتوا عارفين انا بحب الترمينولوجي جدا، علمتكم انتركاليتد دي علمتها لكم في الهارت. انتركاليتد يعني محشر، محشور بين. يبقى الاسماء هنا فيري انديكاتيف للي هتسمعه. معظم الخلايا بي سيلز بدليل يسموها ذا برينسبل سيلز، الخلايا الاساسيه في الكولكتنج تيبيولز، محشر ما بينها الانتركاليتد سيلز اللي هي الاي سيلز. يبقى دي الدوميننت سيلز، انما دي عددها اقل، الانتركاليتد ليست نمبر، دي اللي هي الدوميننت سيلز. طيب تعال نشوف مع بعض الكولكتنج البرينسبل سيلز. فيها ليس مايكروفيلاي، ليس ميتوكوندريا، ليس فيسكلز. يبقى العمل اللي بتعمله مش عاوز طاقه كتيره، انما الانتركريتد ديسك برغم ان عددها قليل فيها مور مايكروفيلاي، مور ميتوكوندريا، اند مور فيسكلز. تعال نشوف وظيفه البرينسبل سيلز ايه. الميه والملح بتعمل الصوديوم بوتاسيوم اتشينج، فاكر خدناه في الاندوكراين، نمتص صوديوم 3 صوديوم ونرمي عوضا عنه 2 بوتاسيوم، وقلنا الكلام ده كان تحت تاثير الالدوستيرون. وتمتص الميه، وده عن طريق الانتي دايريتك هرمون ووتر ابزوربشن. يبقى افتكرها البرنسبل سيلز دي الميه والملح، طبعا الميه والملح هي اهم حاجه، بينما الانتركاليتي بتعمل عمل اقل. الميه والملح بيقول لكم اكتر حاجه في الجسم، وعشان كده لكن عاوز طاقه، ان هي دي بتعمل اسيد سكريشن. يعني احنا قلنا جسمنا الميتابوليزم لا ينتج غير اسيدز، ففي جسد لا ينتج غير احماض لابد نعمل اسيد سكريشن، نرمي الاحماض وبالعكس وناخد الالكالي البفر اللي هو البايكربونيتري ابزوربشن، بايكربونيتري ابزوربشن. يبقى ده كل دي على فكره جداول، دي اسئله في الام اس كيو. يبقى الكولكتنج تيبيولز اخر حته، فبتعمل ايه؟ اسمعني بقى اقولها بطريقه لطيفه قوي. فاينل ادجستمنت، ضبط نهائي للبول. البرنسبل سيلز الاساسيه تضبط الكميات الكبيره، عشان كده هي البرنسبل سيلز الميه والملح اكتر خلايا، ولكن لا تحتاج لطاقه كتيره، ده امتصاص الميه مش عاوز طاقه خالص، بيحصل بالاسموس اللي هي الميه اكتر حاجه. لا فعشان كده هي اكتر خلايا تبقى فاهم الاناتومي predominant، لكن فيها less microvilli, less mitochondria, and less vesicles. بينما الانتركاليتد سيلز بتعمل العمل الاهم اللي هو احنا في اسيدز لو تجمع في جسمنا موت، فترمي الاسيد تعمل اسيد سكريشن وتاخد عوضا عنه بايكربونيت، لان في بايكربونيت بافر سيستم. هم عددهم قليل لكن العمل بتاعهم مهم، وعشان محتاج طاقه اكتر، عشان كده فيهم مور مايكروفيلاي، مور ميتوكوندريا، اند مور فيسكلز. وزي ما بقول انا حاطط لك كميه جداول في كيدني هتعجبك جدا باذن الله. نستأنف. يبقى كده احنا خلصنا الجزء ده، ندخل بقى في صفحه 3. النفرونز، احنا قلنا الكليه يا اولاد كل كليه بتتكون من 1,000,000 و3 كليه مصغره لا تعاون ما بينهما. النفرونز حسب موقع الجلوميرولس، حسب الجلوميرولس موجود فين. لو ان الجلوميرولس موجود في الاوتر بارت اوف ذا كورتكس يسموه كورتيكال نفرون. ليه؟ لانه في الاوتر بارت اوف ذا كورتكس. ممكن تفتح ودنك. لو الجلوميرولس اللي هو السفيريكال تافت اوف كابيلري موجود برضه في الكورتكس، برضه في الكورتكس، كل الجلوميرولاي في الكورتكس بس قريب من المضله، يبقى يسموه جاكستا ميدلري نفرون. انا علمتك ان كلمه جاكستا يعني نيكست تو، يعني بجوار جنب المضله.
يبقى تاني كل الجلوميرولاي يا اولاد موجودين في الكورتكس. وانا وعدتكم هذكرك هو ليه الكورتكس كانت لما بتاخد كروس سيكشن فيها تلاقيها كلها محببه. تخيل كابيلري كده سفيريكال طفط كور من الكابيلري وتاخد فيها كروس سيكشن تبقى كلها نقط فيها دم فيبقى غامق ديبر. بينما التيبيولز يا اولاد موجوده في المضله، عشان كده لما تاخد قطاع عرضي في المضله في النخاع كلها تيبيولز تيبيولز طويله طويله طويله، عشان كده تبقى سترايتد ومليانه ميه فتبقى لونها بيل، الثانيه فيها دم يبقى لونها ديب. يعني تصور الموضوع مش عاوز حفظ، عاوز فهم. يبقى حسب موقع الجلوميرولس عندي يوجد نوعان من النفرونز. عندي كام نوع من النفرونز؟ نوعين من النفرونز. ايه هما الاثنين؟ الجلوميرولس في الكورتكس، ما تلخبطش، واحد في السوبرفيشال لاير اوف ذا كورتكس في الاوتر بارت اوف ذا كورتكس يسموه كورتيكال نفرون، واحد في الكورتكس برضو بس موجود جنب المضله فيسموه جاكستا ميدلري نفرون. اهو خد بالك عشان الرسمه دي هشيلها واجيب جدول تاني جميل قوي. النفرون اللي جنب المضله عندها فيري لونج لوب اوف هانل، اللي احنا قلنا ان ده كان بيعمل ايه، ده الديلوتينج بورشن، ده اللي بيتحكم في الكونسنتريشن اليورين. بينما الكورتيكال بارت عندها فيري شورت لوب اوف هانل. خد بالك من الرسمه دي، اجيب بقى الجدول الثالث في مجموعه الجداول الرائعه اللي حاططها لكم عشان خاطر تفهم الكليه كويس قوي باذن الله. طيب فانا هقارن دلوقتي الكورتيكال نيفرون بالجاكستا ميدلري نيفرونز في جدول من خمسه نقاط. البرسنت الكورتيكال نيفرون اللي عندها شورت لوب اوف هانل 85%، بينما الجاكستا ميدلري 15%. هنا ليه دي يسموها كورتيكال؟ عشان الجلوميرولز بتاعها موجود في الاوتر بارت، لو جابها لك في الام اس كيو سوبرفيشال بارت اوف ذا كورتكس صح، انما دي من اسمها يا اولاد جاكستا ميدلري. اه هي في الكورتكس بس جنب المضله، يبقى في الانر بارت اوف ذا كورتكس عشان تبقى جاكستا ميدلري بجوار المضله. اهم حاجه بقى اللوب اوف هانل اللي هو بيقولنا مهم لتركيز البول، يخليه دايلوتد او يخليه مركز، يغير تركيز البول. هنا شورت لوب اوف هانل ديبس تو ذا جانكشن بتوين انر اند اوتر مضله، يعني ما نزلش الاخر، نزل لنص المضله ما بين الحته اللي بره في المضله والحته اللي جوه. ديبس عارف الديبنج يعني انت تغمس حاجه في حاجه يسموها ديبنج، تعبير انجلش عادي خلاص. بينما الثاني لونج لوب اوف هانل ديبس يعني بينغمس لحد تحت خالص لحد قمه البيراميد خلاص. طيب نيجي بقى النقطه دي مهمه جدا في الام اس كيو، البلاد سبلاي، ان دي التيبيول حواليها في كابيلاري تاخد منها وتديها فيسموها بيريتيوبولار كابيلاري، يعني حول التيبيول بيريتيوبولار كابيلاري. انما جاكستا ميدلري بالاضافه ان عندها بيريتيوبولار كابيلاريز عندها كابيلاري تاني ماشي بنفس شكل اللوبوفيرل الطويل مستقيم، فحتى يسموه فازا ريكتا، اسم على مسمى، فازا يعني فيسل، ريكتا زي ريكتا مستقيم الاوعيه المستقيمه، والاثنين كابيلاريز. يبقى الكورتيكال عنده الكابيلاري المعتاده اللي هنشوفها حالا دلوقتي بيريتيوبولار كابيلاريز، انما الثاني عنده المعتاده البيريتيوبولار كابيلاري ومعاه الفازا ريكتا. اهم نقطه ايه؟ ان ليه ده بقى عنده لوبو هيلين طويل؟ انا كنت حكيت لكم اللوبو هيلين ده اللي هو بيحصل فيه تغيير في الكونسنتريشن اليورين، يبقى هو ده المسؤول عن اليورين كونسنتريشن دي سبيسيفيك فانكشن. بينما الكورتيكال الوظائف الثانيه ما عندوش سبيسيفيك فانكشن خاصه بالبول، يعمل الوظائف الاخرى. يبقى ده نوعين من النفرونز. يبقى تاني كده يا اولاد انتوا ايه، انا هسمعكم قولوا معايا في كام نفرون في كل كليه؟ انا سامع اهو فاتح ودني 1.3 مليون. هل في تعاون ما بينهم؟ اهم نقطه في فهم ميكانيكيه الكليه، there is no cooperation whatsoever. لو واحد خر شويه جلوكوز خر شويه بروتينات في البول مفيش حد تاني يقدر يصلح له ياخدهم له. حسب موقع الجلوميرولس كل نفرون جلوميرولس وتيبيول، حسب موقع الجلوميرولس اللي هو عباره عن السفيريكال طفت في كابيلاريز هي فين، عندي نوعين من النفرون معظمهم 85% من الجلوميرولس موجوده في الاوتر بارت اوف ذا كورتيك، عشان كده سموها كورتيكال نيفرون. ودي عندها شورت لوب اوف هانل وعشان كده ما عندهاش سبيسيفيك فانكشن خاصه بالميه،
معاها الفيس العادية بتاعت الكابيلا العادية البيريتوبولار كابيلاري. المهم بقى هو جاكستا ميدلري نفرون 15%، سموه جاكستا ميدلري لأنه في الكورتكس بس في جوه خالص في الكورتكس جنب المظلة في الانر بارت اوف ذا كورتكس، وده اللي عنده لونج لوب اوف هنري بيوصل لحد البيرابيد، وعنده بالاضافه للبيريتوبولار كابيلاري الفازا ريكتال بنفس شكل اللوب اوف هنري، وهو ده اللي مسؤول عن اليورين كونسنتريشن. طيب نيجي بقى في حاجه مهمه قوي دلوقتي اسمها جاكستا جلوميرولار ابريتس، ومكتوب في معظم المراجع المصريه بطريقه مش جميله، احبكم تفهموها كويس. جاكستا جلوميرولار ابريتس اهو ده الجاكستا جلوميرولار ابريتس اللي هو عباره عن اريا اوف كونتاكت ما بين اللي بشاور عليها دلوقتي الديستال كونفوليوتد تيبيول الايرلي بارت وما بين الافرنت والايفرنت ارتريول، يبقى اهي جهاز هنا جنب الجلوميرولس فيسموه جاكستا جلوميرولار ابريتس، ما تلخبطهوش مع الجاكستا ميدلري نفرون، يعني كلمه جاكستا اتقالت مرتين جاكستا ميدلري نفرون وجاكستا جلوميرولار ابريتس. فانا بقى لقيتها ايه عاوز اشرحها لكم بطريقه لطيفه، فانا عملت لها بيج خاص بيها يا رب الاقيها حالا هنجيبها حالا مفيش مشاكل. طيب جيبها حالا معلش اصل ما عشقت مثل عشق للرسم، لانه بقول المثل الصيني بيقول الصوره تساوي مليون كلمه، تبقى صادق كده بتبقى جميل. انا اوريدك الرسمه في الاول، تعالى بقى نشوف ما هي الجاكستا جلوميرولار ابريتس. شويه تخيل، صباعيني دول يا اولاد بيعملوا الافرنت والايفرنت ارتريول، وصباعي ده او القلم ده بيعمل الديستال كونفوليوت تيبيول. يبقى الجاكستا جلوميرولار ابريتس ادي جلوميرولس اهو، ده جلوميرولس ايدي اهي، وده الافرنت والايفرنت ارتريولز. فالجاكستا جلوميرولار ابريتس عباره عن اريا اوف كونتاكت بتوين، شوف مش هتنساها انا عملتها ازاي، اريا اوف كونتاكت ما بين حاجتين الافرنت والايفرنت ارتريول من ناحيه، واول حته في الديستال كونفوليوتد تيبيول من ناحيه، بس اهو ده الجاكستا جلوميرولار ابريتس. يبقى اتس اريا اوف كونتاكت بتوين الافرنت والايفرنت ارتريولز من ناحيه والفيرست بارت اوف ذا ديستال كونفوليوتد تيبيول. هنا في جهاز جنب الجلوميرولس اللي هي سبيريكال بافت اوف كابيلاريز فسموه جاكستا جلوميرولار ابريتس. يبقى ده الديفينيشن بتاعه، يبقى ات ذا فيرست بارت اريا اوف كونتاكت بتوين حاجتين الديستال كونفوليوتد تيبيول والتو ارتريولز. طيب في 3 تايبس اوف سيلز يا اولاد، اول مجموعه من السيلز هي الاهم اسمها جاكستا جلوميرولار سيلز، السيلز اللي جنب الجلوميرولس. موجوده فين دي بقى؟ خد بالك كل كلمه منهم في الام اس كيو، موجوده في الميديا اوف ذا افرنت ارتريولز. انتوا عارفين اي ارتريول عنده انتما جوه وادفنتيشيا بره، وفي النص في الميديا اللي هي فيها الماسلز، فبعض السموس ماسلز بتاعت الافرنت ارتريولز تحورت بقت زي الابيثيليوم، ابيثيليوم لايك سيلز. فين؟ في موقع السموس ماسل في الميديا اوف ذا افرنت ارتريول، وهي دي اللي بتطلع رينين، وعشان كده جرانيولر سيكريت رينل فهي جرانيولر. طب الرينين ده بقى اصعب سؤال هنا في الام اس كيو، ده متعلق بايه؟ بموضوع الضغط. يبقى لما الضغط يقل الكلى مش هتعرف تشتغل، الكلى عشان تشتغل هتشط اوف لو الضغط قل، تقفل، هي عاوز ضغط عشان يعمل فلتريشن. فلو حضرتك الضغط انهار او نزفت فالجاكستا جلوميرولار ابريتس ده يطلق الرينين عشان خاطر يعلي الضغط، عشان خاطر الجلوميرولس يجيله دم بضغط فيعمل فلتريشن. فعشان كده هي بتشتغل، شوف الجمله بقى، يبقى هي معموله للضغط بتشتغل، دي مهمه قوي للي فاهم. بارو ريسبتورز، بارو يعني بريشر، بريشر ريسبتورز، بارو ريسبتورز تبقى عارفها، وهي تطلق الرينين. امتى تطلقه؟ اتفرج اهي بقى الحالات، لو قل الرينال بيرفيوزنج بريشر، لو السائل اللي جاي للكليه مش بضغط كافي مش هيعرف يحصل فلتريشن، ده اهم حاجه تطلق الرينين. طيب او لو قل الصوديوم كلورايد كونسنتريشن في الماكولا دنس، هتفهمها بعد شويه. ما هو لو الديستال كونفوليوتد تيبيول وصلوا ملح قليل، ما هو الماكولا دنس دي هنشوفها في الديستال معناها ايه؟ معناها الفلتريشن قليل. فكر كده، فهي بتفكر بذكاء،
الديستال كونفيتو يقول لما تلاقي جالها ملح قليل يبقى 100% الفلتريشن كان قليل، فتزود الضغط تخلي الافرنت ارتريول يطلع الرينين اللي هو الجاكس اجلومير سيلز. يبقى تاني حاجه بتطلعها اللي هي نقص الصوديوم كلورايد في الماكولا دنس، واللي على فكره يحصل امتى؟ ايه اهم سبب ليه؟ ميلي ديو تو ديكريزد جلومير فلتريشن ريت، اساسا بسبب نقص الجلومير فلتريشن ريت. تالت حاجه بتطلعه البيتا ادرينرجيك ستيمولس، واحنا حفظناها يا اولاد، انا علمتكم البي بيتا انهبي بيتري، ما عدا ثلاث حاجات البيتا ريسبتور البيتا ادرينرجيك بتزودهم، فاكرينهم؟ الهارت بتعمل له ستيميليشن والميتابوليزم وكل الهرمونز، والرينين ده هرمون خدناه من ضمن الهرمون بيزيد بالبيتا ادرينرجيك ستيمولس. ده اول نوع من الخليه واهمهم على الاطلاق. يبقى في الـ في الـ في الافرنت ارتريول في الميديا تحورت بعض الخلايا الى ابيثيليوم لايك سيلز جرانولر بتطلع ماده الرينين ان ريسبونس تو ايه؟ لو لقت مفيش فلويد جاي كفايه. ازاي؟ انها لقت ان البرفيوزنج بريشر بتاع الكليه قليل، او هو ليه ربنا حط جنبها الديستال كونفيتيبيول؟ ان الديستال كونفيتيبيول وصلها ملح قليل، يبقى 100% الفلتريشن قليل فوصلها ملح قليل، فتقول له زود الفلتريشن. لو زاد قل الصوديوم كلورايد في الديستال كونفيتيبيول في حته اسمها ماكولا دنسا هنشوفها دلوقتي حالا، او بالبيتا ادرينرجيك ستيمولانت. طيب نوع من الخليه اسمه اكسترا جلوميرولار ميزانجيال سيلز. اكسترا يعني بره الجلوميرولس، ميزانجيال يعني في النص، هتفهم ليه. او لاسس سيلز سموه بالنسبه للشخص، لاسس بيحبوه عندنا الاسم ده، انما هو الاسم الاساسي اكسترا جلوميرولار ميزانجيال سيلز. دي بقى مش جرانولار سيلز، دي اجرانولار سيلز موجوده عند الجانكشن اوف افرنت تو افرنت ارتيول. دي كانت في الافرنت، انما دي عند اتصال الافرنت بالافرنت ارتيولز. الكلام الجديد بقى سيبك من اللي هقوله لك، هما اللوكيشن بتاعها ليه هي موجوده هنا ما بين الافرنت والافرنت ارتيول، ايه وظيفتها؟ نوت نون. عندنا بيكتبوا ايه بقى؟ بيالفوا حاجه يقول لك مي ستور الرينين، يعني دي تطلع رينين ودي تختزن الرينين. الكلام الجديد جلوميرولر دي وظيفتها ايه بالظبط؟ ثالث نوع من الخلايا يا اولاد اللي هو الماكولا دنسا، اللي هو موجود في الديستال كونفيتيبيول. عاوز افرجك الرسمه هنا اهي لثانيه واحده. شفت ده الديستال كونفيتيبيول اهي، عند الكونتاكت مع الافرنت والايفرنت ارتريول تكثفت الخلايا فسموها ماكولا دنسا، وفي لغتنا العربيه معناها البقعه الكثيفه. ماكولا يعني بقعه، لما يبقى عندي في الجلد بقعه كده يقول عندي ماكيولز، فماكولا دنسا عن البقعة الكثيفة، تكثفت الخلايا وعملت حاجة اسمها الماكولا دنسا. دي بقى لأول مرة فهمنا هو ليه ربنا لف الديستال كونفوليوتد تيبيول وخلاها تيجي ان كونتاكت مع الافرنت والايفرنت ارتريولز. فاكر في الرسمة اللي شفناها اهي، نوريها لك تاني. راحت فين؟ طيب ما عليك مش مشكلة، اهي اهي في نفس الورقة، الواحد يدور على حاجة اهي. شفت؟ يعني هنا هو ليه ربنا لف الديستال كونفيتيبيول وجابها ان كونتاكت مع الافرنت والايفرنت ارتيولز؟ لان دي بتنظم عمل دي. بتعرف ازاي ان الفلتريشن قليل؟ ان وصل للديستال كونفيتيبيول للماكولا دنسا النوع الثالث من الخلايا ملح قليل. يبقى 100% الفلتريشن قليل فوصل ملح قليل، فتقول له بس زود الفلتريشن. يعني في حاجتين بتظبط الفلتريشن، نفس الافرنت ارتيول لو الدم مش بضغط كافي يطلع رينين. طب في دليل تاني على ان الدم مش ما حصلش فلتريشن كفايه، ان الصوديوم كلورايد اللي هو اهم حاجه في الفلترت في الجسم اللي هي الملح اللي وصل للماكولا دنسا في الديستال كونفيتيبيول قليل، فيروح مشغل الخلايا دي تعلي الضغط تطلع رينين. يبقى فهمنا بقى ده كلام يا اولاد، دي طبيعه بتخلق تلف الديستال كونفيتيبيول وتعمل نوع من الخلايا اسمه ماكولا دنسا. ده بقى يشتغل مش كبارو ريسبتور، ككيمو ريسبتور، لانه بيتاثر بالملح فيقول الملح قليل، ادام الملح اللي وصل في التيبيول قليل يبقى الفلتريشن قليل، زود الفلتريشن يا افرنت وايفرنت ارتيولز. ايه العظمه دي؟ تكثفت الخلايا اهي وعملت، لو دققت هنا لو عندك ملاحظه الخلايا اكثر تكثيفا من هنا، سموها ماكولا دنسا. ده النوع الثالث من الخلايا. يبقى دي موديفايد تيوبولار سيلز، بتقيس كميه الملح
يبقى بتشتغل ككيمو ريسبتور، او ان هي كانت بتشتغل كبارو بتتاثر بنقص الرينال بيرفيوجن بريشر، انما دي بنقص الملح والصوديوم كلورايد في الماكرودينس، يبقى دي كيمو ريسبتور. اسئله رهيبه في الام اس كيو. فبتتاثر بالصوديوم كلورايد في الديستال كونفيتيبول وتعمل عمليه رائعه اسمها تيوبولو جلوميرال فيدباك. تخيل يعني التيبيول اللي بعد الجلوميرس، على الجلوميرس بيعمل فلتريشن في التيبيول، التيبيول بتنظم عمل الجلوميرس، تقول له انت اشتغلت غلط، عشان كده يسموها تيوبولو جلوميرولر. الملح اللي وصل تيبيول قليل يبقى الجلوميرس ما عملش فلتريشن كفايه، فعشان كده يسموها تيوبولو جلوميرولر فيدباك ميكانيزم. ايه الروعه دي والعظمه دي؟ تعال ناخد مثالين بقى. لو الملح قليل في الديستال كونفيت تيبيول خلاص، يبقى الفلتريشن قليل، فتعمل ايه بقى؟ تريليس هي نفسها الماكيلودينسا نيتريك اوكسايد بروستاجلاندين تدايليت الافرت الصادر اللي جاي، تعمله دايليتيشن وتطلع، تخلي الجاكسا جلومير سيلز تزود الرينين. الرينين ده اهم بقى حاجه في الام اس كيو اعرفها اهو، ده اللي بتعمل انجيوتنسين اي 2 في الاخر، ده بيعمل فازو كونستريكشن للافرنت. دي اهم معلومه هنا في الام اس كيو، انا حافظ الاسئله وورد وايد. يبقى بص لي هنا، يبقى ده الماكرودينسا عند الاريا اوف كونتاكت، شوف ربنا حاططها بين الافرنت افرنت ارفيول، وصلها ملح قليل، ملح قليل يبقى فهمت الفلتريشن قليل. فدلوقتي تعمل ايه؟ اللي جاي تقول له اوسع هات اكتر، واللي طالع تعمل له فازو كونستريكشن عشان ما تخرجش، فالضغط يزيد الفلتريشن يزيد. ايه الروعه دي؟ عشان كده ربنا زنقها بين الافرنت والافرنت ارتيول. الافرنت تعمله دايليتيشن بروحها، تطلق بروستاجلاندينز ونيتر اوكسايد الاثنين يعملوا فازو دايليتيشن. طب والافرنت ازاي تعمله كونستريكشن؟ تقول للجاكستا جلوميرولار سيلز اللي في الافرنت ارتيول طلع رينين، فالرينين يحول انجيوتنسينوجين ل1 وال1 ل2، وال2 يعمل فازو كونستريكشن للافرنت. دي اهم معلومه حافظها بطريقه حلوه. فاكر كنت تملي اقول لك الانجيوتنسين 2 لا تملي بيحب كل حاجه نمبر 2 بيس فورمد ان تو ستيبس. الاول الرينين يحول انجيوتنسينوجين ل1، ادي اول ستيب، والاس الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم يحول ال1 ل2، يبقى بتعمل تو ستيبس، يعمل حاجتين يزود الضغط بطريقتين، يكونستريكت الارتريولز والفينيولز ويزود حجم الدم عشان خاطر الضغط يزيد دايركتلي وعن طريق الالدوستيرون. واضيف لك التالتة بقى، تملي يحب نمرة اتنين، ما بيشتغلش على الافرنت الاولاني، بيشتغل على الافرنت يعمل له فازو كونستيكشن اللي هو الانجيوتنسين 2. هذه من اهم المعلومات في الطب، ان الانجيوتنسين 2 بيكونستيكت الافرنت. افرنت ودينا فهمنا انه وراء الخلق خالق في الكلية دي، سوف تتمتع مش في الكلية بس، في كل الجسم، مش في الجسم، في الحياة برمتها، أنه وراء الخلق خالق، قوة عاقلة نسميها الله. ومع ذلك لسه ناس فيه ملحدين في الدنيا، نفسي بس أتفرغ فيهم الآن، أكتب من وجهة وجود الله من حيث هم بيحاولوا يثبتوا عكسه أثبتها لهم علميا، مش هتكلم بالحاجة اللي ما يفهموهاش سبريتشور روحيا، هكلمهم علميا. هل يعقل لشخص عاقل ان يبقى ده طبيعه بتعمل الكلام ده؟ ترجع البروكسيمال كونفلوت تيبيول لوب اوف هيلل ما يكملش كده ديستال، يرجع الديستال يلزق في الاثنين دول ويشتغل له كمونيتور كمرقاب، يقول له الفلتريشن بتاعك شكله ايه، وصلني صوديوم كلورايد قليل يبقى حضرتك ما عملتش فلتريشن كفايه، توسع اللي داخل الافرنت وتقفل اللي خارج، فيدخل ما يخرجش، فالضغط يزيد فالفلتريشن يزيد. ايه الروعه دي؟ توسع لداخل افرين بنفسها بالبروستاجلاندين والناتريك اسيد، وتقول للجاكسا جلوميرولار سيلز طلع علينا ان تعمل فازو كونستريكشن. سبحان الله في خلقه لمن يفهم. طيب بالعكس، اذا الصوديوم كلورايد زاد في الديستال كونفيتي بيول يبقى معناها الفلتريشن كتير، يحصل عكس هنا، تعمل فازو كونستريكشن في الافرنت اللي جاي هنا بدايركت اكشن فازو كونستريكشن، ربما بماده الادينوزين يسموها بيورينرجيك عشان ادينوزين ترايفوسفيت، ادينوزين تعمل فازو كونستريكشن وبالتالي تقلل الجلوميرال فلتريشن ريت. هاوفر برضه دي ما حدش عارف ازاي بتعمل فازو كونستريكشن، هي دايركت اكشن بتعمل فازو كونستريكشن للافري، ما حدش متحقق منها. ايه الروعه دي؟ نيجي بقى الفانكشن اوف جاكستا جلوميرال ابريتس. انت فهمت ليه ربنا حاطط جنب الجلوميرولس الجاكسا جلوميرولس؟ عشان يتحكم في الفلتريشن بتاع الجلوميرولس. اللي اقول لك حاجه،
بعد شوية هنعرف ان الكلية بتعمل وظائفها بثلاث طرق، اولهم الفلتريشن. اقول لك حاجة في الام اس كيو، اهمهم الفلتريشن، الوظيفة الاولى هي الاهم. فربنا حاطط ديستراكوبيتوبيول كده متربعة ما بين الافلنت والايفلنت عشان تنظم عملية الجلوميرال فلتريشن ريت والرينال بلاد فلو. اوتو ريجوليشن جلوميرال فلتريشن ريت ورينال بلاد فلو. اسمع الجملة جاية دي بمليون جنيه، مش اوف ذا كيدني، افتح ودنك، of the same nephron. مفيش في الكليه نفرون بيفكر في اخوه، كل واحد بيشغل نفسه، مفيش اي تعاون ما بينهم. انت تمتلك 1.3 مليون كليه مصغره في كل كليه، لا تعاون ما بينهم، وهو قصد الهي، لان احنا بنفقد نفرون على مدى الحياه. كل شويه في نفرون بتبوظ، بيحصلها ديجنريشن. لو كان معتمدين على بعض كتفق الواحد وواحد جنبه يقع، فربنا خلاهم كل واحد بيشتغل لوحده لوحده. اوتو ريجوليشن اوف ذا جلوميرال فلتريشن ريت اند رينال بلاد فلو، اهم حاجه فين هنا؟ اقراها معايا، اوف ذا سيم نفرونز. لو اتغير الارتيريال بلاد بريشر، تخيل لو الارتيريال بلاد بريشر اتغير ما بين 90 و220، شوف المين، طبعا بتكلم على المين اللي هو المتوسط، اللي هو الديستوليك زائد ثلث البالس بريشر، متوسط الارتيريال بلاد بريشر من 90 ل 220، يعني تغير اكتر من ضعف اهو. الرينال بلاد فلو والجلوميرال فلتريشن ريت تقعد ثابته بسبب اشياء كثيره، اهمها الاوتو ريجوليشن ده. تعالى بقى، انتوا هتتميزوا عن بقيه الطلبه حاجه ما يعرفهاش الزملاء، اللي هي الكلينيكال سيجنيفيكانس. ده اذا عرفوا الكلام اللي فات كله كويس هنضيف لهم حاجه معلومه. ايه الكلينيكال سيجنيفيكانس اللي خلانا نطول في جاكس جلوميرال ابريتس؟ اللي هو اول سؤال نظري، ان لو حصل اكسس سكريشن اوف رينين من الجاكس جلوميرال سيلز، في الحاله دي هيحصل ايه يا اولاد؟ بيبقى هيحول انجيوتنسينجن لوان لتو، هيعلي الضغط، هيديني سكندري او رينال هايبرتنشن. لان احنا الهايبرتنشن قلنا السنه الماضيه في الدنيا ضغط الدم اللي هو بيصيب، يعني بنقول ايه، خمس الشباب عندهم هايبرتنشن، ونص الناس فوق سن 60 عندهم هايبرتنشن من اكثر الاسباب. 90% من حالات الضغط اسينشال مش معروف لها سبب، و10% لها اسباب. ادي اول واحد من السكند هايبرتنشن اللي هو الرينال، ان الكليه باظت بتطلع رينين. ليه طلعت رينين كتير؟ قال لك نتيجه لسبب اتنين، يا حصل ورم في الجاكس جلوميرال سيلز اللي بتطلع الرينين، يا اما حصل استينوزيس في رينال ارتري، حصل اسكيميا للكليه فطلعت رينين. قلناها السنه اللي فاتت، ده مش كده وبس، وهذا الرينين يا اولاد هيحول انجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1 لتو اللي بيطلع الدوسترون. يبقى اللي عنده هيبقى عنده، خدناها بقى في الاندوكراين، مش بس سكندري هايبرتنشن وسكندري هايبر الدوسترونيزم اللي كنا شرحناها بطريقه رائعه في الاندوكراين. بتعمل ثلاثة اين، صوديوم بوتاسيوم وهيدروجين، بتاخد صوديوم وترمي عوضا عنه يا بوتاسيوم قلوي يا هيدروجين حامضي. قلنا ليه بوتاسيوم وهيدروجين؟ فلما الالدوسترون يزيد بسبب زياده الانجيوتنسين 2، الصوديوم يزيد قوي والبوتاسيوم يقل والهيدروجين يقل، يعني يحصل له ميتابوليك الكالوزيس. يبقى ده اهم سبب للرينال هايبرتنشن. تبقى فاهم الناس اللي عندها بسبب بوظان الكليه حصل لها هايبرتنشن ليه؟ لان الجاكس جلوميرال سيلز بتاعت الجاكس جلوميرال ابريتس طلعت رينين كتير، فالرينين حول انجيوتنسينوجين ل 1 ل 2، و 2 بيعمل وظيفتين، بيعمل هايبرتنشن وبيزود الالدوستيرون. يا سلام بقى لو جالكم السؤال جاكستا جلوميرا ابريتاس وكتبتوها بهذه العظمه في اللي عملها الخالق. تعال نقولها تاني بقى يا اولاد في اربعه نقاط، وفي عبيد انا عارف ممكن تسمعوها تاني بس نجمعها بسرعه. يبقى هي اريا اوف كونتاكت ما بين حاجتين، ادي الجلوميرا سول كابيلرز وفي افلنت انتريور. اريا اوف كونتاكت ما بين الفيرست بارت اوف ذا ديستال كونفولوتيول والافلنت والافلنت انتريورز. طب هنا في ثلاث حاجات اهو، في ثلاث انواع من الخلايا. الافرن في الميديا، بعض السموث ماسل بقت ابيثيليوم سيلز ودي اهم واحده جنب الجلوميرولس اسمها جاكستا جلوميرولس سيلز تطلع رينين. في احوال ايه؟ لو لقت الضغط البرفيوزنج بريشر قل، لو الماكولا دينس قالت لها الملح وصل قليل يبقى الفلتريشن قليل، ثاني حاجه، او بالبيتا ادرينرجيك ستيمولانس. طب ثاني نوع من الخلايا موجود عند البايفوركيشن، عند نقطه البايفوركيشن، عشان كده يسموها اكسترا جلوميرولس ميزانجل في النص سيلز، ما حدش عارف وظيفتها، اللي هي اللاسيك سيلز هم بيقولوا بتستور. ثالث واحده وهي مهمه جدا،
ان الديستال كونفيتيبيول في مكان الالتقاء الخلايا تكثفت عملت ماكيولو دينسا بتشتغل ككيمو ريسبتور يقيس الملح. لا الملح قليل يبقى الفلتريشن قليل. افتح الافرنت واقفل الايفرنت. افتح الافرنت بالبروستاجلاندينز والناتريك اوكسايد واقفل الايفرنت بالانجوتنسين 2 تستيميليت الخلايا تطلع رينين لسائلها. لا السودوم كورايد زاد بالعكس تبقى تعمل فازو كونستكشن في الافرنت مفيش عاوزين دم كتير الفلتريشن زياده. يبقى ثلاث انواع من الخلايا. يبقى ثلاث حاجات اهم وثلاث نوع من الخلايا. جاكستاجلومير سيلز ماكيولا دينسا وعند البايفوركيشن هنا في الاكسترا جلوميرال ميزانجيال سيلز. طيب الفانكشن حاجه رائعه كل نفرون كليه لوحدها بتنظم روحها. هذا الجهاز بينظم الجلوميرال فلتريشن ريت والرينال بلاد فلو اللي رايح لنفس النفرون. لازم تبقى فاهمها مفيش تعاون بين النفرونز. كلينيكال سيجنيفيكانس الناس اللي عندها ضغط بسبب ان الكليه بايظه بسبب الرينين في تيومر في الجاكستاجلومير سيلز او في رينال ستينوز في اسكيميا طلع علينا كتير. واقول لك حاجه ما لا يعلم الزملاء هذا النوع من الهايبرتنشن على عكس الاسينشال هايبرتنشن 90% ما يتعالجش بالميديكيشن العادي بتاع الهايبرتنشن الادويه العاديه ولا بتغيير اللايف ستايل انك ما تاكلش ملح والحاجات اللي بنقولها واكسرسايز والكلام. لا علاجه صعب جدا. لما يطلع رينال هيديك مصطين لانه بينتهي بانجيوتنسين 2 بيعمل مصطين هيعمل لك رينال هايبرتنشن وهايبر الدوسترونيزم. اثنين هايبر هايبرتنشن وسكندري هايبر الدوسترونيزم يزود صوديوم ويقلل البوتاسيوم والهيدروجين. ده لو جه سؤال ده الاجابه. اي كلام تاني يبقى كلام فارغ. يلا انا زي ما بقول اي نو ان عدد من الزملاء بيسمعوني ودي ما تزعلنيش. خلينا نقول اصغر سنا عشان ما حدش يزعل. يتعلموا يعرفوا يقولوا الكلام ازاي يعني مش اي حاجه يا ولاد. طيب نكمل نقول خلصنا دي. نيجي بقى لايه الرينال بلاد فلو. عاوز بقى ايه اسمعوني كويس قوي يا ولاد. الرينال بلاد فلو الكليه اول معلومه في الام اس كيو بتاخد من 20-25% يعني اب تو ربع الكاردياك اوتبوت اللي هو يعادل الكاردياك اوتبوت حوالي 5 لتر ديورنج ريست يبقى حوالي 1.2-1.3 لتر بير مينيت. برضه عايز اقولها بطريقه تتذكرها بيها. ده تاني اورجان بياخد الكاردياك اوتبوت. طب يعني اعتبرها كيف تربح المليون. مين اكتر اورجان بياخد الكاردياك اوتبوت؟ يلا انا عاوز اسمع الاجابه منكم. فكرت اللانجز بتاخد 100% من الكاردياك اوتبوت اوف ذا رايت فنتركل. 100% من الاوتبوت بتاع الرايت فنتركل يروح لللانج. الكليه قلنا وزنها 300 جرام يعني 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 لا تمثل غير مثلا لو واحد وزنه 70 كيلو تمثل حوالي 1/200 من وزن الجسم ومع ذلك بتاخد وزنها 1/200 ربع الكاردياك اوتبوت. ما بتاخدش الروح على بني ادمين. بتاخد هذا الكاردياك اوتبوت عشان تنقيه تنظفه توضبه. هيدخل ده كلام ملوش قيمه قوي حاجه اسمها رينال ارتري ينقسم لانترلوبر يعني ما بين اللوبس ما بين اللوبيولز انترلوبيلر. نيجي تاني بقى المهم ثم افرنت ارتريول يدي جلوميرولس وبعدين يطلع منه الايفرنت ارتريول يدي البيري تيوبولار كابيلاري وفي حاله الجاكستا ميدالري نفرون يدي كمان كابيلاري تاني اسمه فازا نفرون فازا ريكتا. بص لي بفضلك. يبقى تاني يبقى في الجلوميرولس اهو الدم داخل عن طريق افرنت الجلوميرولس يعمل فلتريشن لقد ايه الدم هيحصل له فلتريشن ده رقم لسه بعرفه بالظبط. خمس البلازما اللي وصلت الكليه يحصل لها فلتريشن بالجلوميرولس. طب والاربع تخماس هتخرج من الجلوميرولس عن طريق الايفرنت يبقى الافرنت وادى للجلوميرولس حصل فلتريشن في تبيول للخمس. الاربع تخماس خرجوا عن طريق الايفرنت يخرجوا يروحوا فين بقى؟ خد بالك الايفرنت اللي خارج ده يعمل كابيلاري تاني حول التبيول اسمه بيري تيوبولار كابيلاري. بيري تيوبولار كابيلاري هوريها لك في الرسمه وبعد ثانيه هوريها لك. ما تقلقش هوريها لك بطريقه سهله جدا. ايه انسى الرينال ارتري انترلوبر انترلوبيول ده كله تضييع وقت
ده زي ما بسميه كلام شحاتين اهو. المهم هو ده بقى، ده الافرنت ارتيول جايب، يعني هما بيحبوا يقولوا 650، انا بحب اكتر رقم 625 سنتي بلازما. احنا قلنا 1.2 بلد، يبقى فيهم بلازما كام؟ خليها 625 بلازما. ده رقم مهم قوي. اهي يا اولاد، يبقى احنا بنقول دخل 1.2 لتر بلد، في النهايه هيوصل للجلوميرولاي كلهم. طبعا انا رسم واحد، لكن يعني ده بيمثل ال 2.6 مليون على الناحيتين. 625 مليليتر بلازما دخلوا هنا، يفلتر خمسهم بالظبط، اقسم دي على 5 يبقى 125. الارقام دي تسقط يا اولاد، دول رقمين يسقطوا في الكلى. الكليتان اسف بيتلقوا في الدقيقه 625 مليليتر بلازما، اللي هو كام بلاد؟ ما يهمنيش البلاد، احنا ما بنتعاملش مع الار بي سي، بنتعامل مع الميه. بلازما ده الرقم الاهم، انما لو عاوز تعرف كان اساسه 1.2 × 10^13 يفلتر منهم ال 525 مليلتر بير مينت، ده يسموه جلوميرال فلتريشن ريت. تحفظه احسن من اسمك، انسى اسمك، مش مهم تنسى اسمك، لكن ما تنساش الجي اف ار 125 مليلتر. طب بقى كام بقى؟ فاضل 500 من 625 حصل فلتريشن 125، فاضل 500. 500 دول يخرجوا في الايفرنت ارتريول اهو، ويروحوا يعملوا في كل النفرونز البيريتيوبلر كابيلاري، الكابيلاري اللي حوالين النفرون، وفقط في ال 15% اللي هم عندهم لوب اوف هينل كبير يعملوا بالاضافه للبيريتيوبلر كابيلاري، يمشوا حوالين لوب اوف هينل يعملوا الفازاريكتا. وظيفه الكليه قائمه على الثلاثه كابيلاريز دي، اللي هي الجلوميرولس اللي جاي من الافرنت، خرج الإيفرنت عمل حاجة تانية، الإيفرنت عمل جلوميرولس، الإيفرنت عمل البريتوبلر كابيلرز، ومعها فقط في حالة اللونج لوب اوف هينل الفازاريكتا. تعالى بقى الحتة دي اللي هقولها لك في فهم ميكانيكية عمل الكلية، فكرة بيقولها العبد الله بسيطة جدا، عاوزة طفل عشان يفهم ازاي الكلية بتشتغل، ولكن بينبني عليها التفصيلات كلها. ده أولاد التبيول، حلو كده؟ جاي 625 سنتي بلازما جايين عن طريق الأفرنت أرتريول جلوميرولس، حصل فلتريشن لخمسهم بس 125، اتبقى الأربعة أخماس. الأربعة أخماس دول ما رجعوش، عن طريق الإفرنت يمشوا حوالين التبيولز. يعني بقى حقيقة الأمر الطالب فاهم قوي، ال 625 125 جوه فلتريشن من الجلوميرولس، الافرنت جلوميرولس عمل فلتريشن 125 الخمس، وال 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 والاربع اخماس اللي فاضلين عملوا ايه؟ ما رجعوش، عن طريق الافرنت مشوا من بره في البيريتيوبولار كابيلاري. يبقى كان افهم، لو عقل صوابع دي اعتبرتها تيوبولار سيلز، يبقى التيوبولار سيلز دي متحكمه في كل البلازما، 125 جواها الخمس، واربع اخماس اهو موجوده من بره في البيريتيوبولار كابيلاري. كل وظيفة التيوبولار سيلز دي تعمل ايه بقى؟ سهلة قوي. نفس ال 125 دول، ما انا مش هفقد 125 سنتي بول في الدقيقة، تبقى تمثال رمسيس بتاع النافورة بتاع زمان بتاعت رمسيس. ال 125 سنتي دول هتمتصهم كلهم ما عدا نص ل 2 سنتي، يرجعوا تاني للبيريتيوبولار كابيلاري اللي بره. ومعاهم كل حاجة مفيدة، جلوكوز، امينو اسيدز، فيتامينز. ما حصل فلتريشن لكل حاجة، ال 125 بالكويس بالوحش، فترجع معظم ال 125 ما عدا نص ل 2 سنتي، حسب لو عندك ديهايدريشن يبقى تفقد نص سنتي بس، شارب ميه كتير تفقد 2 سنتي، ومعاهم كل الحاجات الحلوة. طب والأربع أخماس اللي بره ما فيهم بلاوي، يحصل لهم سكريشن في السنتي اللي فاضل ميه جوه، أدي إزاي الكلية بتشتغل؟ بأسهل طريقة ممكنة، وأعيدها مش تاني وتالت. ده التبيول يا اولاد. جاي 625 سنتي بلازما في الدقيقه للجلوميرولس عن طريق الافرنت، فلتر خمسهم 125 بما في التشاريه، اتبقى كام؟ اربع اخماس، ما حصلهمش فلتريشن، يخرجوا عن طريق الايفرنت بتاع الجلوميرولس، ما يروحوش الايفرنت، يخليهم من بره، يجيبهم في البيريتيوبولار كابيلاري.
يبقى حقيقة الأمر بقت التيوبولار سيلز اللي هي عقل صوابع دي 125 جواها اللي فيكتر من الجلوميرس وال 500 اللي فاضلين اللي هم الأربع تخماس براها، وتقعد بقى بمنتهى المزاج التيوبولار سيلز دي ال 125 اللي جوه ترجعهم كلهم، ما نفقدش غير نص 2 سنتي مايه بس فيهم القاذورات كلها، ترجعهم كلهم بكل حاجة حصل لها فلتريشن مفيدة، جلوكوز أمينو أسيد فيتامينز أسيتو أسيتيت كل حاجة مفيدة، بتفكر قوة عاقلة وراء الخلق، مش هرفق الحاجات مفيده، تسيب الوسخات بس في النص اتنين ده مش كده وبس، والقذاره اللي موجوده في الاربع خماس اللي بره تحصل لها سكريشن في النص سنتي ل 2 سنتي قلنا حجم البول في الدقيقه. يبقى الكليه بتعمل وظائفها بثلاث طرق، ان في الجلوميرولس يعمل فلتريشن دي الوظيفه الاهم لكام للخمس، طب والاربع خماس يمشوا من بره في البريتوبولار كابيلري، ويبقى التيوبولار سيلز متسلطنه كده جوه، هنا في 125 وهنا في ال 500 نسبه 1 الى 4. الخمس فلتر، دي نقطه مهمه يسموه الفلتريشن فراكشن، سؤال في الام اس كيو قد ايه من البلازما بيفلتر، الخمس يفلتر والاربع خمس من بره، تقعد التيوبولار سيلز تاخد الخمس ده ترجعه تاني الميه بالحاجات المفيده وتسيب القذاره جوه في نص ال 2 سنتي، وكل حاجه قذره في الاربع خمس ترميها جوه سكريشن. يبقى ثلاث وظائف، فلتريشن ابزوربشن اند سكريشن. ثالث يا اولاد قولوا هل انتوا بقى في كام العدد اللي ما بيجيش، كام لتر دم بيروح للكليه؟ بنقول ربع الكاردياك اوت، 1.2 من 10، 1.3 من 10 دم، دي ملوش قيمه الرقم ده لان الكليه ما بتعملش الا مع المايه البلازما. فيهم قد ايه بلازما؟ افتح ودانك، 625 سنتي بلازما او 650 اعتبرها صح، كل كتاب بيكتب بطريقته، بس انا بحب 625 عشان يبقى الخمس بالظبط حصل له فلتريشن، او 650 بلازما، ده عدد يسقط اسمه افكتيف رينال بلازما فلو، كميه البلازما الافكتيف اللي بتوصل للجلوميرولس اهم 625، خمسهم يفلتر 125 دخلوا في الافر الجلوميرولس حصل لهم فلتريشن، الاربع خماس اللي ما حصلهمش فلتريشن طلعوا في الايفر ما يروحوش، يرجعوا من بره في البريتوبولار كابيلاريز. فانتهت بان التوبولار سيلز اللي هي عقل صباعي بقى جواها في 125 سم في الدقيقه وبره في 500 نسبه 1 الى 4، وتشتغل بمزاج ال 125 اللي حصلهم فلتريشن في الدقيقه، مش هنزل بول 125 سم في الدقيقه يا بني ادم، هرجع معظمهم ما عدا نص 2 سم بكل حاجه مفيده، جلوكوز امينو اسيد اسيتو اسيتيت فيتامينز، ولا حاجه مفيده هتفقد. يبقى وراء الخلق قوة عاقلة، لو كان شويه يمتص طبيعه وشويه فقد، لا ولا حاجه، لا امينو اسيد ولا جلوكوز ولا اسيتو اسيتيت بتاع الفات ولا فيتامينز ولا حاجة. ومعظم المينرالز ترجع، وهقول لك ليه بنسيب، حتى ليه بنسيب شويه مينرالز، حتى دي هقول لك ليه ربنا عملها، ليه ما نرجعش كل المينرالز. هيموستيزيس هنحكي فيها بتفصيل الطف. طب والوسخات اللي في الاربع خماس يحصل لهم سكريشن، هذه زي الكليه بتعمل وظيفتها قائمه على الكابيلر دي. يبقى تاني بقى تابع الرسومات دي، هي حصاد السنين يا اولاد. يبقى قلت اول رقم ملوش قيمه ان الدم اللي بيجي 1.2 من 10 إلى 3 من 10 لتر بير مينيت، البلازما ادي اول رقم يسقط اللي بتوصل 625 مليلتر، 650 صح يا اولاد، يسموها افكتيف رينال بلازما فلو. انا راسم نفرون واحد بيمثل 2.6 نفرون، 625 سنتي بلازما دخلوا من الافرنت ارتريول للجلوميرولس، حصل فلتريشن لخمسهم يسموه الفلتريشن فراكشن 20%، خمسهم يحصل لهم فلتريشن 125، طب الباقي الاربع خماس خرجوا في الايفر ما حصلهمش فلتريشن ما يروحوش، انما الايفر يجيبهم من بره في البيريتوبولار كابيلاري، يبقى جوه في 125 وبره في الباقي اللي هو ال 500. كل اللي تعمله التبيول ايه بقى؟ ال 125 دول بالحاجات المفيده ترجعهم ري ابزوربشن، والقذاره اللي هنا تعمل لها سكريشن. كل ده في الاخر من نص ل 2 سم، انا كاتب يبقى متوسط 1 سم بول في الدقيقه. في حاله اللوبوفيري البيري تيوبولار كابيلاري تدي بعد كده بظهر ريكتا نشوف بتعمل ايه. تمام؟ ده القصه. طيب نيجي بقى الاوتو ريجيليشن اوف رينال بلاد فلو، اكتب لي عليه سؤال نظري مهم. الكليه قبل ما اجي لها بيبقى وظائف الكليه ثلاثة اهو، انا عاملها في الرسمه اللي تحت، بص لي عليها تاني بطريقه ثانيه، ادي الافرنت جلوميرولس، انا راسم بس تيوبولار سيل واحده كبيره، المربع ده بيمثل 1 تيوبولار سيل،
وبعدين من الناحيه اهي في ديت تيوبولار سيلز باخد واحده فيهم هي دي الناحيه دي في اليومن اهي ومن براها في البلاد اهو باللون الاحمر يبقى ده تكبير للرسمه يبقى الجلوميرولس عمل فلتريشن للخمس الايفرنت رجع الاربع خمس من بره في التيوبولار كابيلاري وما بينهم التيوبولار سيلز يبقى ده فلتريشن هنرجع نعمل ري ابزوربشن لكل الميه والحاجات المفيده والقاذورات نعمل لها سيكريشن يبقى الفورميشن اليورين بيتم بثلاث طرق فلتريشن ري ابزوربشن اند سيكريشن هنا عندي نقطتين للاوائل مين اهم وظيفه فيهم لو سالك which is more the most important الاجابه بدون تفكير فلتريشن واقولها بطريقه لا تنسى لانه ان لم يحدث فلتريشن فلن يحدث لا ري ابزوربشن ولا سيكريشن يعني اذا ما حصلش فلتريشن من الاول يبقى لا في ري ابزوربشن ولا سيكريشن تاني الاوائل سيكريشن اند نوت اكسكريشن شفت كل حاجه ببعنيها ما بقولش اكسكريشن بقول سيكريشن ايه الفرق بينهم كلمة اكسكريشن اخراج تطلق على الكلية ككل تقول ده كدني اكسكريتس انا ما اقدرش اجي في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول واقول ان هو عمل اكسكريشن عارف ليه ما اقولش اكسكريشن لانه ممكن البروكسيمال يعمل سكريشن لحاجه الحاجه دي بعدين يحصل لها ري ابزوربشن يبقى ما نزلتش في البول يبقى الجمله لو بدات بالكدني تقول اكسكريشن لو بدات ببروكسيمال كونفوليوتد لوبو فانيل ديستال كونفوليوتد لا يستخدم كلمة اكسكريشن تستخدم كلمة سكريشن I hope I'm clear and I'm always clear نيجي بقى للأوتو ريجوليشن احنا قلنا اهم وظيفة يا مين الفلتريشن لانه ان لم يحدث فلتريشن فلن يحدث لا ري ابزوربشن ولا سكريشن فالكليه ما عاوزه ان الرينال بلاد فلو والجلوميرولار فلتريشن ريت يبقوا ثابتين يوصلها 625 في الدقيقه رقم يسقط يفلتر منه ال 525 مل بير مينيت دي سقط برضه سقط اكتر من الاولاني فربنا عاوز يضمن عامل الضغط يتغير حاجه عارف زي ايه زي مثبت الطيار عندنا في البيت طار يعلى الكهرباء الطار يقل عشان الاجهزه ما تحرقش يدخلها نفس الكميه تعلمناها من الخالق ففي اوتو ريجوليشن الضغط اتغير ما بين 90 ل 220 ملم مركوري المين ما بتكلمش الاستوليك ولا الدايستوليك الكميه هي هي اللي توصل وناخد اكزامبل لو الضغط عالي ات هاي بريشر دي قلناها يا شباب السنه اللي فاتت حاجه اسمها انترنسيك مايجينيك ريسبونس اهي هشرحها في ثانيه لو الضغط عالي يبقى المنطق مفروض ان يحصل فلتريشن كتير لما الضغط بيعلى بيعمل ستريتش في الـ في الـ في الـ في الافرنت ارتريولز ربنا خلى السموث ماسل بتاعه الكيدني من دون اي فيسلز ثانيه لما يحصل لها ستريتش حاجه مايوجينيك فيها تعمل فازو كونستريكشن الضغط يزيد ما يؤديش لزياده الفلتريشن الضغط زاد لكن لما زاد الضغط زاد الريزيستنس واحنا عارفين الفلو بيساوي بريشر اوفر ريزيستنس البريشر زاد الريزيستنس زادت يبقى الفلو يقعد ثابت معادله سهله خدناها السنه اللي فاتت ومن غير معادله الفلو في اي انبوبه يعتمد على شيئين كل ما البريشر زاد الفلو يزيد لكن كل ما الريزيستنس زادت الفلو يقل فهي سهله قوي البريشر زاد الفيسل اتشدت من دون الفيسل اللي في الجسم كله رينا الحاجه انترنسيك مايوجينيك خاصيه العضله تعمل فازو كونستريكشن يبقى زاد البريشر زاد الريزيستنس فلو يقعد ثابت طيب ليه ازاي بتحصل الميكانيزم سهله لما الضغط بيزيد وبيحصل ستريتش ده بيوسع البورز اللي بيدخل منها كالسيوم فالكالسيوم يدخل يعمل مور كونتراكشن كونستريكشن يعني فقط في حاله الكلى ده القسم طيب اتلو بريشر بقى يا اولاد خدناها التيوب ميرور فيدباك وتشرحها لما قلنا ازاي ان لو البريشر قل فاكر اهو نقولها تاني اهي ده هنا الماكرو دينسا في الديستال فاكر الجاكس تجمع ابريتاس اريا اوف كونتاكت بتوين فيرست بارت اوف ديستال كونفيوت تيبيول وافرنت وافرنت ارتيولز لو الضغط قل يحصل ايه البرفيوزنج بريشر قل ده لوحده الافرنت الجاكس تجمع سيلز تطلق رينن الضغط قل يا
يبقى الماكولا دينسا هيوصلها ملح قليل اللي هي كيمو ريسبتور. ده بار ريسبتور بستجيب للبريشر، دي كيمو ريسبتور سؤال ام اس كيو بستجيب للملح اللي هو اقل بسبب نقص الفلتريشن. تقول له طلع لينين، يعني هو بنفسه يطلع لينين الجاكسجومير سيلز كنتيجه نقص الضغط. والماكولا دينسا نقص الضغط نقص الملح، تقول له طلع رينين، فرينين ده يعمل فازو كونستريكشن في الايفن، في الايفن وهي تطلع بروستاجلاندين و ناتيف اوكسايد دايليت الافرنت. دايليت الافرنت كونستريكت الايفن يدخل دم اكتر ما يطلعش، يتزود الفلتريشن اللي قال. ازاي؟ ليه ربنا لف التيبيول وجابها عند جلوميرولس تاني؟ عشان التيبيول في الاخر هتاثر في الجلوميرولس، ويسموها تيوبلو جلوميرولر فيدباك اوتوريجليشن. شيء رائع يا اولاد، ده الاوتوريجليشن تبقى عارف. ده سؤال مهم جدا في النظر. نيجي للايه؟ جلوميرولس. احنا فضلنا ربع ساعه، عاوزين احنا نشتغل يعني تقريبا ساعه ونص مش اكتر باذن الله. فنيجي لل هنا لسه في حاجات لطيفه. دول التلاتة كابيلرز اللي هو قائم عليهم عمل الكليه، هي عامله لكم جدول تاني قلت لكم سوف تتحف في الترم التاني بالجداول الموجوده في الكيدني وفي الموجوده في الجي اي تي وحاجات حلوه قوي الاسم ده. الفرق بين الجلوميرولس والبريتوبولار كابيلري، الجلوميرولس وظيفته فلتريشن. شوف النقطه دي متصله بيه. طب عشان يعمل فلتريشن ربنا خله عنده ذا هاي بريشر بيد، الضغط. الجلوميرولس ده كابيلري، عشان يعمل فلتريشن بالكميه الرهيبه دي 125 سنتي في الدقيقه من مجموع الجلوميرولايت وال 210، فيبقى البريشر عنده عالي، هاي بريشر بيد. ضغط ال تم في الجلوميرولس كابيلري بيبقى 60 مليمتر مركوري. اقول لك معلومه جميله، افتح ودنك، ده الهايست كابيلري بريشر ان ذا بودي. يعني سؤالي مش كده، لما اقول لك مين اعلى كابيلري بلاد بريشر في الجسم ما تقراش السؤال. الجلوميرولر كابيلري 60. ليه؟ لان الجلوميرولس وظيفتها ايه؟ فلتريشن، اللي هي الوظيفه الاساسيه اللي بتعتمد عليها عمل الكليه اساسا. لم يحدث فلتريشن، لم يحدث ري ابزوربشن ولا سكريشن. 60. طب ازاي الضغط عالي كده بقى؟ تعال نقول، هيسالك شافوا ليه عندها اعلى ضغط؟ تقول له لان رينال ارتري دايركت برانش من الاورطة، يعني على طول من الاورطة رينال برانش، لان انت عارف كل ما بنمشي الضغط بيقل، لان المضخه في الاول هي الهارت، كل ما تمشي تبعد عنها الضغط يقل، فرينال فيسل برانش من الاورطة. طيب انت عشان تزود الضغط لازم توسع الافرنت وتضيق الافرنت، اهو ده اللي حصل. الافرنت بيبقى شورت وستريت، يعني اقل ريزيستنس. هو لو معوج هيبقى فيه ريزيستنس، لو طويل يبقى ريزيستنس عاليه، فهو شورت وستريت الاثنين بحرف الاس حتى. والافرنت خد بالك، اولا كونيه حتى بزعل من الزملاء عندنا، هو من الاول افرنت ارتريول، كان مفروض نخرج في فينيول. احنا خرجنا لاول مره واخر مره في الجسم، خرجنا من الكابيلاري مش في فينيول، في ارتريولز. واحنا عارفين الارتريولز دي اسمها كده ريزيستنت فيسل، يعني كونيه ارتريول يبقى عنده هاي ريزيستنس، لانه ارتريول مش فينيول. التلات عامل مجتمعه دي خلت الجلوميرولس عنده اعلى كابيلاري بلاد بريشر في الجسم 60 مليمتر مركوري، اعلى بريشر، وهو ده مواكب لوظيفته اللي هي الفلتريشن. وريسيفز الدم منين؟ لو انت بقى فاكر الرسمه من الافرنت ارتيول. طيب خرج الاربع تخماس اللي ما حصلهمش فلتريشن في الايفرنت، روحوا بيتهم؟ لا، مشوا من بره في البريتيوبولار كابيلري، اللي هي المفروض تعمل ايه بقى؟ هتمتص من ال 125 124، يعني لو مش عايزين نعقدها نص الاثنين خليها متوسط واحد، يبقى وظيفتها ابزوربشن. طب عشان تمتص يبقى لازم هذا الكابيلاري، الواحد فاهم يا اولاد فاهم، تبقى هاي بريشر ولا لو بريشر بيد؟ لو بريشر بيد 13 مليمتر مركوري الضغط في البريتيوبولار كابيلاري بتاعه الكليه 13. بس خد بالك ده مش اوطى كابيلاري بلا بريشر في الجسم، انما ده اعلى 60، يعني عشان تبقى عايز. طب ده بيسيب الدم منين؟ من الايفرنت ارتريول. جدول رائع اهو. يبقى الجلوميرولس وظيفته فلتريشن، يبقى محتاجين ضغط عالي هاي بريشر بيد، اعلى كابيلاري بلا بريشر في الجسم 60 مليمتر مركوري.
لثلاث اسباب: ان الرينال ارتري برانش من الاورطة، ان الافرنت ارتيول اقل الارتيول ريزيستنس من حيث كونه شورت وستريت، اثنين بالاس شورت وستريت، ما هو لو كان طويل لو كان معرض كان ريزيستنت هتبقى عاليه، انما هو شورت وستريت. خرجنا دي بقى اللي عاوزك تقول ان هو وراء الخلق خالق، ان جميع الكابيلاري في الجسم تجيب الدم بارتريول وتخرج في فينيول، لا ربنا خرجها في افرنت، افتح ودنك، ارتريول ريزيستنت فيسل عنده هاي ريزيستنس، يبقى سكة اللي يروح ما يرجعش، فالضغط يزيد، دخول في الافرن سهلة والطلوع صعب، يبقى متصل الافرن. ده الخمس حصله في التريشي. طب الاربع خماس اللي خرجوا في الافرن ارتيول ما يروحوش بيتهم، جريوا من برا في البريتيوبولار كابيلاريز، عاوزين بقى 125 دول يرجعوا منهم 124 بكل حاجة مفيدة، والزبالات اللي عندهم يرموها في السنتي اللي فاضل جوه. يبقى المفروض يعملوا اساسا للميه ايه، الميه ايه 124 سم 125 ابزوربشن، يبقى لازم يبقى لو بريشر بيد 13 مليمتر مركب وريسيف ذا بلاد فروم ايف. نيجي بقى الفازاريكتا، قلنا الفازاريكتا دي كابيلري موجود يتعامل مع اللونج لوب اوف هينل اللي هو بتاع الجاكستا ميدالر نيفرون فقط، يبقى موجود في 15 من النفر اللي هي جاكستا ميدالر، لان ده بينظم الكونسنتريشن بتاع اليورين زي ما هنشوف، هتبقى محاضره رائعه، هنتمتع مع بعض. الفازاريكتا دي تخيل بقى كابيلاري طويل قوي قوي قوي، يبقى ريزيستنت فيه نسبه للاخرين جامد، عشان كده بيريسيف فقط 1-2% من البلاد، وبالتالي 1-2% من البلاد يوصل الرينال ميدالله. ما هو ده بيديب، قلنا الفازاريكتا بيديب يعني بينغمس لحد تحت في البيراميد فرينا مضاله، فلانه طويل قوي قوي يوصل كميه دم قليله 1-2%. ودي عندي تامل فيها، ليه ربنا خلى الفازاريكتا في اوانيها تتلقى دم بس كميه قليله جدا اللي هي 1-2%؟ دول دي صفحه رائعه اللي هم الثلاثه كابيلاريز، لان احنا عارفين الكابيلاريز هي الاكشينج فيسل اللي قائم حواليهم عمل الكليه. انا اظن كده يا اولاد يعني هكتفي بهذا القدر، بس عاوز يعني في عجاله تاني اوريك الرسمه دي مره اخرى عشان عاوز تبقوا عارفينها كويس، ان احنا دخلنا عن طريق افرنت ارتيول. افتكر الارقام، اتمنى نبقى حفظناها مع بعض. الكليه بتتلقى ربع الكاردياك اوتبوت 1.2 × 10⁻³ لتر، حوالي 25% وده تاني اورجان بعد اللنج، قلنا اللنج اللي بتاخد 100% في الرايت سايد. نحن لا نتعامل غير مع السوائل، يهمني فيهم قد ايه بلازما، 625 او 650 مللتر، يسموهم افكتيف رينال بلازما فلو، افكتيف رينال بلازما فلو يعني البلازما اللي بتدخل الكليه وتروح للجلوميرولس، لان في بلاد بيروح يغذي الكبسول بتاعه الكليه ويغذي الترابيكولي بتاعه الكليه، ده مش افكتيف. انا بقول لك البلازما اللي دخلت الكليه وراحت النفر، راحت الجلوميرولس، فالاسم افكتيف رينال بلازما فلو 625. دخول الجلوميرولس يفلتر منهم الفلتريشن فراكشن الخمس 125، ويطلع في الايفرنت الاربع خمس الفاضيين ما يروحوش، يمشوا من بره في البريتيوبولار كابيلري. نتج عن كده ان كل تيوبولار سيل بقى جواها 125 وبراها في 500، اهي تيوبولار سيل اهي، هنا في حصل فلتريشن ل 125 واللي ما حصلوش فلتريشن في الايفرنت مشي في البريتيوبولار كابيلري، فبقت عندها تحكم كامل. 124 من 125 بالحاجات المفيده فيتامينز جلوكوز امينو اسيد اسيتو استيت يحصل لهم ريابزوربشن، ومعظمهم في البروكسيمال عشان تبقى عارف، لا تؤجل عمل يوم الغد، تلتين عمل الكليه في البروكسيمال، ربنا ما بيأخرش. القاذورات اللي هنا نحطها في السنتي اللي فاضل نعمل لها سيكريشن، ادي ازاي الكليه بتعمل وظائفها، فلتريشن من الجلوميرولس والتيوبولار سيلز تعمل يا ري ابزوربشن لل 124 125 ومعاهم الحاجات الحلوه، وكل القاذورات تعمل لها سيكريشن اند نوت اكسكريشن، تبقى فاهم. ده 3 بروسيسز، مين اهمهم على الاطلاق؟ فلتريشن، وقائمه على التاتا كابيلاريز دول، وعملناها مقارنه جلوميرولس هاي بريشر بيد عشان يعمل فلتريشن، بيريتيوبولار كابيلاري لو بريشر بيد الضغط 13 بس مش 60 زي هنا عشان يعمل ري ابزوربشن اساسا للميه، خد بالك السكريشن ده مش لميه ده للمواد،
ده عمليه تانية. وبعدين الفازا ريكتا اللي فيها 1-2% من البلاط بيروح للمظله. ثانك يو يا اولاد على وقتكم اللي اديتوني، واتمنى ان اكون قد افدتكم. الترم ده احنا بادئين بدري شويه، بس ادعوا لنا في البث، الانترنت امبارح كان مش كويس، النهارده كان كويس، يمكن عشان كده انا اخترت المعدل ان بالليل بيبقى كل الناس فيه الفوليوم جامد، ولان طبعا في دبي هنا النت مفروض من احسن الحتت اللي فيها، بس ستيل يعني كان في مشاكل امبارح شويه. والقاكم على خير باذن الله، وادعو لكم بالتوفيق. نلتقي في المره القادمه باذن الله، غالبا مع الموتور سيستم، هحدد الميعاد في اوانها. شكرا وجزاكم الله خيرا.